بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواطي صباحي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص باللقاية البكار المهجنات الأصايل بالشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا الالتقاء وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي. وهذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي عهد دبي، ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة والشاهينية اللي قادت المجموعة بشعار هجر العاصمة، يقودها غياث الهلالي متابعا منطلقا بهذا الاندفاع. نتابع المركز الثاني واللي وصلت غارة من الجانب الآخر لهجر البشاير، عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم غارة مع المركز الثاني ثالثة. الانطلاقات تصل الشاهينية لهجن العاصفة ومتابعة غياثه الهلالي. نتابع المركز الرابع، شعار هجن ند الشبا يتقدم أيضا مع الشاهينية، عملية التضمير والتدريب مع سعيد بن سالم. ومع المركز الخامس الاسم القادم من الجانب الآخر، سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يقدم سلام مع المركز الخامس سادس. الانطلاقات وسادس التحديات، ذرياف تتسلل في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما انطلقنا مع المركز السابع بأرى لمحة قادمة لهجن الرئاسة بقيادة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ومع المركز الثامن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الشاهينية لهجن ند الشبا سالم بسعيد في عملية تضميرها وتدريبها. ومع المركز التاسع والعاشر تتقدم الشاهينية، والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر الأسامي المتقدمة والمنطلقة والمندفعة بهذا التحدي، بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع المثير لنا عودة مع الصدارة والبداية. وأرى هناك أيضا شعار هجن العاصفة، من يسيطر على مقدمة هذا الشوط مع الثنائي الخطير، أيضا مع الشاهينية والشاهينية الثنتين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. ولكن أرى سلام تتسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد متابعا لتحديات سلام. الشاهينية مع المركز الرابع، شعار هجن ند الشبا سالم بن سعيد من يقودها بهذا الاندفاع على مستوى المركز الرابع. بينما انطلقنا مع المركز الخامس بأرى التحديات من ذرياف الهجن الرئاسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يقدم ذرياف على مستوى المركز الخامس سادس. الانطلاقات من الجانب الآخر، غارة بشعار هجن البشاير القادمة من السلطنة، عبد الله بن طويرش الوهيبي من يتابع غارة مع المركز الخامس الكوكبة خماسية على مقدمة هذا الشوط. ومع المركز السادس أو سداسية بالفعل المركز السابع أرى التحديات أيضا القادمة من لمحة لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة يقودها غياث الهلالي. تاسع الانطلاقات الشاهينية لهجن ند الشبا عملية التضمير والتدريب مع سالم بن سعيد. ومع المركز العاشر الاسم القادم في هذه اللحظات، أراهني راهية بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي متابعا لراهية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، أكملنا ندانا الثاني في هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز ولوحة الألف والميتين
من غادرناه غادرنا لوحة الإعلان، لوحة التذكير. بدأت الأمور، بدأت التحديات، بدأت أيضا حرارة الشوط ترتفع مع هذا الانطلاق المتميز وشعار هجن العاصفة. يسيطر 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 على مقدمة هذا الشوط بقيادة غياث الهلالي مع المركز الأول، مع المركز الثاني. سلام تأتي ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد. غارة مع المركز الرابع لهجن البشاير عبد الله بن طوير الشلوهيبي مقدما لغارة مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات وصلت الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق تعزيزا للصدارة. يدفع بالشاهينية مع المركز الثالث أيضا. ما شاء الله تبارك الله. وأرى القدوم أيضا مع الشاهينية الأخرى بالشعار هجن العاصفة غياث الهلالي. من يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير؟ رباعية عاصفية أصبحت مع هذا الانطلاق وغياث الهلالي يسيطر على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله تبارك الله. الشاهينية وتبادل المراكز الأربعة الأولى ما بين هذه الأسامي وشعار هجن العاصفة على المقدمة. تهانينا لهجن العاصفة والنقطة الرابعة في هذا الصباح مع الرباعية. تهانينا لغياث الهلالي. لحظات وصول الشاهينية مع المركز الأول والثاني والثالث والرابع بشعار هجن العاصفة. المركز الخامس تأتي أيضا ريما لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بشعار مسري بن سالم بالعرضي الحميري. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع الشاهينية بتوقيت زمني مقداره. لنا عودة مع التوقيت مشاهدينا متابعينا الكرام مع مخرجنا محمد صبري أبو بدر أيضا متابعا لهذه الانطلاقات. 7:29 جزئين من الثانية هو توقيت الشاهينية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة توقيتها الزمني 7:00. لحظات الوصول أيضا مع المركز الثاني 7:29 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث تاتي الشاهينية بتوقيت زمني مقداره 7:00. هذه لحظات الوصول 32 بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا موصولة للمضمر غياث الهلالي.